السؤال ايضا اللي يطرح نفسه فريد، انه في بعض الاحيان المقوله المشهوره تقول ما نغيروش الفريق اللي يفوز، هذه مقوله ما عبر نغيروش التاريخ الخطه اللي تفوز اليوم. بالفعل، لكن اللي نتخوفوا منه نوعا ما هو الاسترجاع، لانه الوقت قصير بين المباراه. هما بيناتهم يقول لك كاين بعض الانصار تلت ايام هما جاوا من قبل. شوف الصوره شحال جميله، دخول بثقه واراده. نعم. ونستسمحك فقط حتى نسمع تفاعل الانصار. نعم. لما نشوف رياض محرز يدائب الكرة، لما نشوف أسماء أخرى موجودة على أرضية ميدان ملعب مصطفى تشاكير بالليلي، أيضا نشوف ثقة موجودة، تعطى ثقة للأنصار، تعطى ثقة لنا إحنا كمناصرين قبل أن نكون في هذا الاستوديو التحليلي. كل منهم واعي، طارق يعرف جيدا مدى المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليست بطولة، ليست ربما ذهابا وإيابا اليوم، هي مباراة واحدة وواحدة فقط تفصلنا عن الحلم العالمي. هكذا أنا نظن أنه كل لاعبين متواجدين بالأساسيين بالإحتياط، أنه الآن الكرة راهي عند اللاعبين، عند هذه المجموعة، عند هذا الفريق، ولهذا ما نظنش أنه أي لاعب يقدر يبخل ولو يعني بمجهود قليل مقارنة بالأهمية الموجودة اليوم. اليوم أنا بالنسبة لي كل لاعب يقدر يقدم لك، يعني ما حتى ولو كانت فيه تغييرات بالنسبة للناخب الوطني، أولا فيه ثقة بين الناخب الوطني وإحنا كمحللين ولا كلاعبين سابقين، حتى بالنسبة للصحفيين، لأنه ثقة أصبحت خلاص مجسدة بالنسبة للناخب الوطني، ولهذا أي لاعب اليوم يتم إشراكه راح يقدم الإضافة، ولهذا ما نظنش أنه راح يكون يعني تقليل بالنسبة لأهمية مباراة اليوم إن شاء الله. طارق، لما تشوف الناخب الوطني يتحمل على عاتقه كل المسؤولية بعد الإخفاق الأخير في كأس أمم إفريقيا، هكذا قال لهم أنا أتحمل مسؤولية هذا الإخفاق، وبالتالي هذا دليل وهذا إسقاط، لأنه يعرف كل لاعب حالته كيفاش كانت في نهائيات الكاميرون، يعني هو أقرب منهم، هو أدرى بكل ما يحدث. صحيح صحيح، هو أقرب، والتغييرات اللي دارت مقارنة أولا بأهمية المباراة بالمنتخب اللي راح نقابلوه وحدة، ثانيا بفورمة اللاعبين الحالية. مثلا ذكرتي لي اللاعب بالفوديل، لاعب بالفوديل حاليا هجوميا متواجد أحسن من ناحية الذهنية مقارنة بنجاح. طبعاً. ولهذا تكلمنا على بنجاح أنه لم يتم استبعاد بنجاح، بل تغيير اضطراري أو تغيير يعني وقتي بالنسبة للناحية الهجومية. نعم، وهذا من حق المدرب بالفعل. طيب فريد، ندخل ربما نوعا ما في الجانب الفني. هي بالفعل يقول لك أنه لا نغير يعني الفريق الذي يفوز أو الخطة، لكن كنا ننتظر أنه الناخب الوطني اليوم يغير الخطة نظرا لأننا نلعب ونستقبل في أرض الوطن داخل الديار، وحابين أيضا أننا نأكد النتيجة وليس تسيير النتيجة. نظن الندوات الصحفية أنه أفضل فريق هو الذي يمتلك بنك احتياط قوي. فعلا. نعم. فعلا. خلينا نقول لك اليوم الضغط على من راح يكون؟ على المنتخب الجزائري وعلى الناخب الوطني وعلى اللاعبين الجزائريين. لذلك راح الأسطوري إسلام سليماني. صور جميلة جدا للقائد الروحي للمنتخب الوطني إسلام سليماني. شوف الحرارة اللي يتكلم بها، يخليك تربح. شوف ماندي أيضا هو الآخر ربما بالخبرة اللي يكتسبها مع المنتخب الوطني. شاهد سفيان في غولي اللي نعرفوه بالحرارة اللي يلعب بها ليلى ليزوم كما يقول هو. نعم، يكنى بسوسو في غولي. هذه الصور اللي نحبوا نشاهدوها في المنتخب الوطني الجزائري. تفصلنا حوالي 35 دقيقة أو 36، أضبط ساعة أنت حكم ولازم تضبط 36 دقيقة إن شاء الله. وصور تصلنا على المباشر أيضا، رامي الزروقي اللي تكلم عليه بطريقة جميلة جدا البارحة. نعم. الناخب الوطني رغم ما طاله من الانتقادات من المتتبعين، لكن جمال بالماضي دائما ما ربما يدافع عن لاعبيه، يعطي لهم يلقى لهم الأعذار في كل مرة، لأنه يعرف جيدا ماذا هناك وكيف كل لاعب. فقط يوسف على هذه الصور الرائعة، نذكر مشاهدينا الكرام أن المباراة تأتيكم منقولة على قنوات التلفزيون الجزائري القناة 6 بتعليق زميل وليد فرحاني، وأيضا القناة الأرضية الأولى وتأتيكم بتعليق زميل علي جعفر. طيب، ما هي مفاتيح هذه المباراة مصطفى كويسي؟ والله مفاتيح المباراة نشوفها في بثلاث عناصر. العنصر الأول هو أن أولا
يعني الصراعات او الحضور القوي للصراعات البدنيه اللي راح توقع في الملعب كما كان عليه الحال في مباراه الذهاب. شفنا ان في الصراعات كانوا موجودين وتقريبا يعني كانوا دائما حاضرين ومتفوقين فيها، ولكن هنا مع التنشيط افضل في وسط الميدان. لماذا؟ لان ربما لو يكون عندك تنشيط افضل يعني اللي نعرفوا ويكتان نشدوا الكرات ويكتان نلعبوا بلمسه واحده ويكتان نديروا التحويلات السريعه نحو محرز السليماني او بالليلي اللي قادرين يعني يستغلوا يعني المساحات ولما لا يصنعوا الفارق. هذه واحده. ثانيا نقولها دائما عندما تلعبي مباراه كما هذه وين راح يعني نظن راح يكون عندنا ضغط، لان ما نساوش ان الكاميرون ما عندهم ما يقصروا، رايحين يلعبوا بنزعه هجوميه اكيد راح يلعبوا كل شيء يعني يلعبوا نقدر نقول يعني تقريبا كما مباراه الذهاب يعني وين راح تكون عندهم نزعه هجوميه. هنا لازم التحويلات لي ترانزيسيون رابيد، لازم يعني كل ما نسترجعوا الكره لازم نعرفوها بلمسه واحده نمدوها للمهاجمين تاعنا. وثالثا انا نظن باللي دائما الاعتماد على نقاط ضعف المنافس واللي هي يعني تتشكل في الكرات الثابته، قلناها انا قلتها من قبل هل ستكون المفتاح فعلا؟ نعم هذا هو نقاط الضعف تاعهم، لان شفناهم في كاس افريقيا كل ما يعني كانت كرات ثابته كلما الدفاع تاعهم كان يعاني. وحتى احنا خاصه في مباراه بوركينا فاسو على فكره بوركينا فاسو يعطيك الصحه راك شفت يعني كل كره ثابته دوالهم وكانت خطر. وحتى احنا احسن مثال هو سجلنا هدف اطراء كرات ثابته، يعني اذا هذا هو منظر باللي تلت عناصر اللي ربما راح يعتمد عليهم اللاعبين والمدرب جمال بالمر. طارق بول ريغوبير سونغ قال مدرب المنتخب الكاميروني قال ان الجزائر في